بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد ووصفة جديدة نبدأها كالعادة في بداية الحلقة. وصفتنا اليوم مهمة جدا، وسوف نتعرف على كيفية استخلاص المواد الفعالة من هذه الوصفة حتى ننعم بإيش؟ بالصحة وعافية، تحديدا في مجال التهابات الجسم. شوفوا، بقول الجسم بشكل عام، وحنشوف بعد شوي وين هذه الوصفة بدها تودينا. رجل الحمام انتوا عارفينها، الفربانة، حفنة يد زي الكمية البسيطة اللي انتوا شايفينها هاي للكوب الواحد، وعندنا الخلة البلدية. الخلة البلدية في عنا نوعين من الخلة، خلة بلدية وخلة شيطانية، تمام؟ بعد هذه اللي هي الأميفسنابة، حلو؟ ودائما بتكون الخليط 2:1. من الاثنين ومن الواحد؟ 2 كمية مضاعفة من الفربانة مقابل رجل الحمام، مقابل كمية واحدة من مين؟ من الهلا. يعني لو بدي أحط مثلاً حفنتين يد، باخد حفنة يد واحدة، ملعقتين هنا ملعقة واحدة، تمام؟ وطبعا بنجيب بنكون غلينا المية وبنضيفهم على الماء المغلي، ويظل يغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق، نتركه هيك يهدى ويتصفى، وبيطلع لنا هذا المشروب أو بهذا الشكل وطعمه جيد. طبعا ما بنضيف، أنا شخصيا ما بضيف ولا شيء، لا سكر ولا ما يحزنون. أساسا في طعمة، يعني مش طعمة حلاوة ولكن طعمة مقبولة، يعني مش مرة ومقبولة، يعني للمذاق جيدة، تمام؟ لكن اللي يعني لسه بده يتعود على هذا الكلام ويجد فيه يعني مذاق، يعني خلينا نقول غير راغب فيه، ممكن يضيف ملعقة صغيرة من العسل، يكون عسل مضمون. اليوم في عنا عسل نحل صافي، في عنا العسل الأبيض، في عنا أنواع يعني ما شاء الله، تمام، ممتازة من العسل، يضمن مصدره، يضمن إيش الجودة تبعته، من نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة، ما يكتر، مش عشان يفسد الوصفة، ولكن بدي يعني يتعود على الطعم الوصفة تدريجياً. حتى ملعقة العسل بدنا إيش نشيلها تدريجيا، هي مرحلة بدي أسميها انتقالية ما بين إضافة شغلة محلية وإيش والطعم الطبيعي. طبعا محليات الصناعية بديش سكر، بديش، كلكم عارفين هذا الكلام، تمام. الآن هذا الكوب كيف بدي أستخدمه؟ كم مرة في اليوم؟ بدنا نستخدمه 2 مرات باليوم. 2 مرات باليوم رائع جدا وكافي جدا لتنقية الجسم من إيش؟ من الالتهابات. وقبل الأكل ممكن نستخدمه بشكل جميل جدا، وبالإمكان كمان إضافة لهاي الوصفة حتى يكون يعني 100%. وحنشوف بعد شوية أهم مسار اليوم حناخده في هاي الوصفة مع مكمل غذائي. هذا المكمل الغذائي بدنا البكتيريا الطبيعية، تمام، البروبيوتيك. لما ناخد بروبيوتيك مع هذه الوصفة هنا بنحكي على مسار ولا أجمل من ذلك، وهو مسار التهابات المسالك إيش البولية. كيف ناخد البروبيوتيك؟ البروبيوتيك اليوم موجود على هيئة كبسولات. في عنا طبعا عدد البليونز صارت يعني كبيرة، عنا من 2, 4, 30, 50, 60, 90 بليون. كل ما كانت يعني دائما بنحدد هذه الجرعة بناء على مين؟ حدة الالتهابات الموجودة وحدة الحالة المرضية. إذا كان مبدأ وقاية فاثنين وأربعة يكفي، تمام، مع وجود هذا الكوب أو هذا المشروب.
وإذا كانت متوسطة فأنا بدي أنتقل إلى 30، إذا كانت من زمان ويعني استهلك الجسم بالمضادات الحيوية والكورتيزونات هنا وهناك، طبعا صار دمار شامل لهذه البكتيريا، فأنا مضطر أستخدم 60 و90 بليون. تمام. لكن من لا يستطيع أو لا يتوفر في منطقته هذا البروبيوتيك، ما عليه إلا يضيف كمان كوب، وبالتالي بصير بدل كوبين في اليوم ممكن ناخد 3 أكواب في اليوم، طبعا قبل الأكل بيكون كتير كويس. قبل ما أبدأ أنه لماذا هذا الكوب، إيش بده يفعل في الجسم، تمام؟ بدنا نحكي القصة، مش قصة وصفة. أنا دايما بشدد على هذا الموضوع، القصة منظومة. كثير ناس بتواصلوا بيجي بقول لك يا دكتور أخذت الوصفة. ليش في ناس بتشكر وبتحكي شعر كمان وبارك الله فيهم، وناس تانية بقول لك ما استفدتش. تعال أنت يلي ما استفدتش، ليش ما استفدتش؟ طيب هل مثلا أنت بتشرب مية كما يجب في المنظومة الرئيسية؟ هل أنت مبتعد عن المواد الحافظة اللي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، جلوتاميت وحاد الصوديوم مثلا؟ هل تناولك للموالح والتوابل يعني بإسراف؟ هل اليوم تتناول الزيوت المهدرجة؟ هل اليوم تتناول الطحين الأبيض والخبز الأبيض؟ طب كل هاي علامات فارقة. يعني هذا الكوب برضه يعني بده يعرف يشتغل، انت بتحط له عوائق. فبدل ما وصفتنا هاي اللي يعني لما اقولكم اسبوع انا مزودها يعني مبالغ في الرقم، هي اقل من اسبوع بناخذ نتائج، لكن لما يكون في عندي عوائق هتاخذ اسبوعين، لما يكون في عندي عوائق اكثر هتاخذ 3. وطبعا ما في حدا بيستنى، كله بقول لك طول بطول بطول. طيب ما انت اختصر، كيف بدك تختصر؟ ابتعد عن المشاكل، اديها الطريق عشان تشتغل وشوف ساعتها 48 72 ساعة ما احلك. تمام. اذا هذا الكوب هو فعلا هيكون فارق في مشاكلك الصحية في الالتهابات، وتحديدا وين؟ في مجرى المسالك البولية. في عندك شوية أتربة، في عندك حرقان في البول، في حصوة صغيرة، تمام؟ أملاح، تمام؟ كل هذه الأمور هتلاقيها إيش سلكت معك. ولا تنسى إذا كنت الآن أو أنهيت قبل يوم أو يومين وجبة من المضادات الحيوية، من الضروري أن تأخذ مين؟ البروبيوتيك، البكتيريا النافعة، حتى نعوض الدمار اللي حصل. تمام. المحاذير في وصفات الفربانة أو وصفات رجل الحمام، واليوم أضفنا إليها الخلة، تكاد لا تذكر. يعني بمعنى إذا أسأنا الاستخدام، أخطأنا في الاستخدام، أنا حكيت مثلا 2 إلى 1، تمام، رحت حطيت كميات كبيرة، أعجبني والله أنا شعرت أنه الالتهابات بدأت إيش تروح، يلا أزيد الجرعة، يلا أستخدم مثلا أعبي هالترموس وحطه جنبي وظل أشرب 5 6 7 كوبايات. طبعا في هذه الحالة وبهذا الكم من المشروب سيكون لدينا إدرار بول وفقدان سوائل، ومع فقدان السوائل هذه الكبير جدا سنفقد عناصر هامة لا سيما البوتاسيوم. تمام. وبالتالي دائما الالتزام بالوصفة مهم جدا، والأهم من الوصفة دوما المنظومة كما ذكرت. إذا إن شاء الله تكون وصفتنا اليوم هي يعني لا تغيب عن بالكم، ستكون إن شاء الله فارقة في وضعكم الصحي، والوقاية دوما خير من قنطار علاج. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.